Concernant ça, concernant le réseau Wi-Fi du Maroc Télécom, on a j'avais une mauvaise expérience là, parce que quand il y a déjà, quand on a beaucoup de coupures ou quand la connexion est très lente. Le Wi-Fi de l'Etat du Maghreb, en règle générale, est un acteur. مي اوطون كو كنا دايرين واحد لو دي بي ديال 4 ميغا ما كانش كيوصلنا 4 ميغا دونك كان خصنا نزيدو ل 2 ميغا باش يلاه يوصل لنا ميغا ولا 8 ميغا كنا دايرين شحال هذا الريزو ديال الاتصالات لكن شويه على شويه بدا تيتقال لينا ديما واخا زعما بدايه الشهر زعما يكون خفيف ولكن ديما تيتقال لينا وفي بدنا درنا اين واحد بالنسبه ليا ما هو التليفون في الحقيقه ريزو مزيان كنستعملو انا ولا فامي توت لا فامي Mais parfois, il y a la connexion très mauvaise. On est obligé de faire la fibre. Ou de la fibre, je suis en train de faire la fibre. تربيت راه كلشي كيعاني من هاد المشكل ديال الريزو الاتصالات راه الناس كاملين تقريبا اللي هنا في الصف هذا كاملين عندهم الريزو ميت فهمتيني بغيت تفرج غير في شي لايف دابا راه القرايه عن بعد راك عارف اش نقرا من النهار والنهار تنقرا في التليفون واش فهمتيني بغيت قراي شي لايف ديالك تيدوز دقايق كاع ماشي تقرا واش فهمتيني كتبقى تساين شحال شحال واش فهمتيني صراحة من point de vue moi alors comme le disais j'ai fait plusieurs réclamations ils n'ont pas traité ma réclamation donc j'ai changé vers autre opérateur. يعني فاش كتطلع كتريكلامي اليوم تيقول لك ما يعني ما تيجاوبوكش بهذا المعنى يعني انت كتخلص فلوسك ماشي غير حنا يعني عدد ديال الناس يخلصوا فلوسهم وما كاين يعني كونيكسيون تقيله يعني كتضطر انك تشارجي ولا انت لابون ولا درتي لابون يعني ما كتحملش ديك الشارج توجور اون ان كونتاكت افيك لو سونتر دابيل ديال اتصالات المغرب توجور اون ان كونتاكت افيك باش يدير معنا شي حل دونك كيبغي يدير معنا الحل مي ما كاينش الحل يعني ديما كتكون كونيكسيون ثقيله وديما داك لو مونك سيرفيس انا غندير لك انا غنقاد لك وكيبقى داك لو بروبليم هو فرونشمون زعما ريزو زوين ولي زوفر حتى لي زوفر دايرين زوينين ما عندي ما نقول غير هو ريزو مره تيتقال وباغفوا تيحماق فريمون السلام عليكم هنا عندنا مشكل في لا كونيكسيون هنايا في هذه المنطقه هذه عندنا مشكل في الريزو ما كيوصلناش بالتاع ديالنا وكنطالبوا من ماروك تيليكوم انها تلقى لنا شي حل باش نقدروا كاينه لي زيتيديون عندهم مشاكل ما تقدرش توصل لهم كونيكسيون باش يقراو اون لين خصوصا دابا مع كورونا راك عارف ما كيوصلناش دابا مزيان ما كنقدروش نقراو عندنا بزاف ديال المشاكل المهم كنطالبوا انهم يلقاو لنا شي حل وراه لي بواط راه تيجيو تيصاوبوا الواحد تقول لهم صاوب لينا ماشي واش فهمتيني تيقول لك واخا دابا نجيو عندك صافي ماشي تيمزاو كفينا هما كاع ما يجيو يصاوبوا لك البواط ديالك الريزو اون توكا هو زويون ما فاش كنبعدو زعما على البلاصه اللي حنا ساكنين فيها ولا كنمشيو للعروبيه ولا كيتقطع دونك كونيكسيون انترنيت سي شي موفيز ايدي بالنسبه للكاتخ جي اما بالنسبه للواي فاي موفيز ايدي مي شويه دونك هادشي اللي كاين دونك كونسيرنو مون افي سور لو ريزو واي فاي انا زعما جو لو ريكوموند با سي ان موفي ريزو كنتمنى يشوفوا هاد البروبليم هذا ويعالجوه باش ما يبقاوش يهربوا عليهم